خلونا نروح نشوف توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية اللي بيتوقعوا أن يشهد النهاردة طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلة. عايزين نتعرف بشكل أكثر تفصيلا عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور منار برحب بيكي وصبح عليكي. عايزين نعرف بشكل بقى أكثر تفصيلا أخبار الجو إيه النهاردة. صباح الخير على حضرتك أستاذ رجائي، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا طبعا اليوم مازلنا بنشهد استقرار في الأحوال الجوية، أجواء خريفية مع قيم درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة بحوالي درجة، لأن متوقع العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تكون 33 درجة مئوية. لكن طبعا احنا مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، فبتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فما زالت نسب الرطوبة موجودة في الجو حتى لو هي قلت عن فصل الصيف، لكن ما زالت موجودة وما زالت بتخلينا نحس ان 33 دي لو تكون 34 او 35 درجه مئويه، لان نسب الرطوبه بتزود احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره، وده تحديدا بيكون في وقت الظهيره كمان مع تسجيل قيمه درجه الحراره العظمى. عشان كده بنوصف الطقس خلال فتره النهار ان هو طقس حار رطب في معظم المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. طبعا محافظات جنوب الصعيد الطقس فيها بيكون شديد الحراره خلال فتره النهار. خلال فتره الليل هي دي اللي فيها التحسن الكبير في الاحوال الجويه، اجواء معتدله فترات الليل بشكل كبير في معظم المحافظات، بل كمان في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر بدانا نحس ببعض البروده في الفترات دي، خاصه في المدن الجديده الأماكن المفتوحة، لأن قيمة درجة الحرارة الصغرى انخفضت. كمان بيكون في فترات المساء وساعات الليل في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 ل 35 كيلو متر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، ده بيساعد على تلطيف الأجواء وإحساسنا بقيم درجات حرارة أقل في فترات المساء وساعات الليل. اليوم كمان متوقع أن يكون معانا فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة في بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، لكن فرص الأمطار ضعيفة جدا غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة معانا خلال هذه الأيام، يمكن اليوم كانت شبورة مائية كثيفة في بعض الأماكن. شبورة مائية كثيفة يعني بتأثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير، وطبعا هي بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، لكن هي سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا تدريجيا مع الساعة 8 صباحا الشبورة المائية هتختفي، الرؤية الأفقية على الطرق هتتحسن بشكل كبير. الأحوال الجوية المستقرة دي متوقع أنها تستمر معنا على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله. مع منتصف الأسبوع هيكون عندنا كمان مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. احنا متوقع مع يوم الثلاث والأربع الجايين العظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 30 درجة مئوية خلال فترة النهار. دي أخبار مبشرة يعني يا دكتور؟ طبعا، يعني الحمد لله قيم درجات حرارة هتكون أقل من الأسبوع الماضي، أجواء خريفية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية، لكن اللي احنا لازم نخاف منه الفترة اللي جاية هي نوعية الملابس، لأن احنا دايما فترات النهار هنحس بالدفء، أو حتى لو قيم درجات حرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل أو حتى لو أقل من المعدل، لكن فترات الليل هيكون فيها برودة. ما هي دي يعني دي الأجواء دي دكتورة، خاصة أجواء الخريف واختلاف درجات الحرارة ما بين النهار وما بين الليل، يعني بيطمع الناس إن هي تخفف من الملابس بتاعتها، فده بيبقى في مشاكل صحية طبعا. حالات البرد بتنتشر في الفترات دي نتيجة اختلاف قيم درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل، خاصة الطلبة هم رايحين المدارس فترة الصباح الباكر. صحيح. احنا لو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخر. صحيح. فلازم في الفترة دي نختار نوعية اللبس بعناية، ويفضل الملابس الخريفية لو احنا بنخرج في فترات الصباح الباكر، أو استحب قطعة ملابس إضافية خاصة زي ما بقول من منتصف الأسبوع. تمام. هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. تمام. مع الشبورة المائية مهم تكون القيادة بهدوء تام، حذر شديد،
عايزين نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. عظيم. ومهم المتابعه الجيده للنشرات الجويه لان احنا في الخريف، رغم ان هو طبعا معروف ان هو فصل الاعتدال في قيم درجات الحراره، لكن هو فصل ايضا التقلبات الجويه الحاده والسريعه واللي ورد يحصل فيه تغير في التنبؤات الجويه في اي وقت. ننوه كمان ان في اعتدال اليوم تحديدا في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، مؤهلين تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. لكن هنبدا ناخد حذرنا ايضا من منتصف الاسبوع لان نشاط الرياح هيبدا يزيد في الاماكن الساحليه. كده كده يعني يا دكتوره احنا هنتابع مع حضرتك بشكل يومي درجات الحراره وهنطمن طبعا الناس. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نروح بقى نتعرف على درجات الحراره العظمى والصغرى في محافظات ومدن الجمهوريه. نبدا بمحافظه القاهره العظمى فيها 33، الصغرى فيها 23، اسكندريه العظمى فيها 30، الصغرى 22، مطروح 29، 23، بورسعيد 30، 26، العاصمه الاداريه العظمى فيها 33، الصغرى 22، العالمين 30، 21، دمياط 30، 25، محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 34 والصغرى فيها 22. أما محافظة السويس العظمى فيها هتكون 34، الصغرى فيها 23، سانت كاترين العظمى فيها 31، الصغرى فيها 16، حلايب 34، الصغرى 27، شرم الشيخ 35، 26، العريش العظمى فيها 31، الصغرى فيها 21، طابة 32، 25، شلاتين 36، 28، الغردقة 36، 26. أما محافظة الفيوم العظمى فيها هتكون 34، الصغرى فيها 22، الوادي الجديد 37، 24، سوهاج 36، 22، الأقصر 39، الصغرى فيها هتكون 24، بني سويف 34، 21، أسيوط 35، 21، قنا 39، 24. أما محافظة أسوان العظمى فيها 40 والصغرى فيها هتكون 25. دي كده توقعات خبراء الأرصاد الجوية. خلونا نرجع تاني لزملائنا محمد وبسنت لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك رجاء.